هذوكم المرضى. المرضى. إن شاء الله. مش نسمعك حاجة وعطيني تعليق نك عليها مباشرة. مش نسمعك حاجة. شو اللي يثير فيك؟ شو اللي تحاسك؟ شو اللي ينتهزك الأغنية هذه؟ تفضل. طرف حرايانا هايانا يا ما إليح العار لنا يفجر جاير فانا طرف حرامة إليح العار لنا يفجر جاير فانا طرف حرامة وطرف حرايانا هايانا يا على هنا لي غرامة شيعت عيني لفوق ريته مجملة الشاب عماد والأغنية هذية. هذه الأغنية صدقوني ممكن ثم ناس ما تصدقش. صدقوني كي نسمع الأغنية هذه نشم ريحة التراب متاع أم التمر. صدقوني ممكن تقولي بالغ نشم سيدي أحمد الحجل لوجدنا. صدقوني معطينا كرار المسائل هذه ريحة أمي. الغنية هذه ريحة أمي. الغنية هذه هي أمي. هذا الساعة النشيد الرسمي متاع دارنا الأغنية هذه كتجي لأنه الكلمة اللي فيها غريبة عجيبة. ريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة فهمتني معناتها تمسني على الاخر اغنيه تاثر فيا معناتها النجم نرقد ثلاثة ايام بعد فهمتني باهي عديت لنا المساج هذايا انا باش نطلب منك مساجات معينه توا بكل جديه تكون تري سيريو انت نحبك نعرفك ما نحبش تتكلم في السياسه توا باش نمشيو لحكايه الجري باهي